قراءة هسبريس في كل مكان. السلام عليكم. ضيفة هسبريس اليوم من مدينة موريال هي الفنانة المغربية الشابة نبيلة معان. كلنا كنعرفوا نبيلة معان، كلنا كنعشقوا الصوت ديالها والأغاني ديالها. هي شاعرة وملحنة وكذلك مطربة، كتغني التراث الملحون، لها العديد من الألبومات بداية بدنيا ودلل الأندلس آخر ألبوم ديالها. غنحاولوا نديروا لقاء مع نبيلة معان من مدينة موريال ونكتشفوا سر نجاحها. يا شاس العشيرة أمهلة تغيب بالله بالرفقان. أنا اليوم في موريال لأنه جيت انفيتي بار دار المغرب اللي هي المركز الثقافي المغربي في موريال باش نشارك في الفيستيفال دو موند عرب. دايوغ تنوجه لهم تحية وتنقول لهم ميرسي بور لانفيتاسيون. وهذه اول مره عندي في كندا، دونك سي لو بروميير كونسير اللي غادي نعطيه في كندا، اي دونك سي لا بروميير فوا اللي غادي نتلاقى بالجمهور اللي متواجد في مونريال. بديت صغيره، سيتادير لو بروميير البوم ديالي خرجته فاش كان في عمري 17 عام في 2005 اللي هو الدنيا. من بعد خرجوا دوطخوز البوم، خرج طير العالي، خرج عيش حياتك، ديغنييرمون خرج دلال والاندلس. شاركت في بزاف ديال، درت بزاف ديال لي كليب، نوتامون درنا ان كليب اللي هو اللي كان الموسيقى ديالو كانت لو جينيريك ديال مسلسل بنات لالا منانا، الله يا مولانا اللي كان لو جينيريك ديال اون سيري اللي كان من اخراج المبدع عبد الحي العراقي، بلس بيان سور دوطخ كليب دنيا اللي هو باش عرفوني الناس اول مره، ومؤخرا غزال فاطمه وشمس العشيه. بالنسبه للموسيقى قريت في المعهد ديال فاس، معهد الموسيقى ديال فاس، قريت سولفيج غيتار وبيانو. من بعد بديت الوغ بالنسبه للغناء ما قريتش الغناء ملي كنت صغيره وانا تنغني بزاف. المدارس اللي كنت تابعاهم مدرسه ديال ام كلثوم، فيروز، مهان، ايديت بياف، دونك بزاف ديال المغنيين. من بعد تكبرت وبديت لا كارير ديالي، عاد بديت كناخذ دي كور دو شون. وقت ما كان عندي شي وقت اللي ما عنديش فيه لي تورني، ما عنديش فيه لي كونسير وديك الشيء، كنمشي لفرنسا كناخذ دي كور دو شون وكنعاوتاني نرجع، لان جوستومون التكوين زعما هو انا جو سوي بيرفيكسيونيست، ولكن جو سي تري بيان كو ما كنوصلش لا بيرفيكسيون، حتى حد ما كيقدر يوصل لا بيرفيكسيون، ولكن تنحاول نقرب لها ما امكن. دونك سي بور سا كو تيخصني ديما يكون التكوين مستمر. لا تكنيك فوكال ديالي بيان سور افيك لاج لو تامبر كيتبدل، لا تيسيتور دو فوا حتى هي كتقدر تبدل مع الوقت، ولهذا خصني دائما نبقى مداومه لا فورماسيون ديال على لو كوتشينغ فوكال. وهذا الشيء انا بالنسبه لي مهم، ومن الحوايج المهمين بالنسبه للان شونتور، لان لا تكنيك فوكال اي تري امبورطون. ملي عرفوني الناس في 2005 ما عمرني ما كنت من النوع اللي كنخرج مثلا ان تيتر في الشهر ولا ان البوم في العام، ولا كنبغي ما نكونش مقيده بالوقت. علاش؟ باش ناخذ الوقت الكافي باش نختار فريمون لو مورسو اللي غادي نخرج، كو سا سوا او نيفو ديال اللحن ولا ديال الكلمات ولا ديال لارانجمون، مي اوسي لانتربريتاسيون، كومون جو انتربريتي لو مورسو. بالنسبه لهذا لو بروجي الالبوم الاخر اللي خرجنا اللي هو دلال والاندلس، خدا لنا شويه اكثر من 3 سنين باش نديرو لي ريغيرش، لان كيما عرفتي جو ريفيزيت فيه لو ريبرتوار التراث الموسيقي المغربي القديم اللي اختارت منهم ثلاثه ديال لي ستيل الموسيقى اللي هما الطرب الغرناطي، الطرب الاندلسي والملحون، افيك اون توش مودرن، واختارينا كوم توش لو جاز. بور لو مومون دلال والاندلس هو واخا خرج الالبوم باقيين كل مره تن الى تبعتي لي كونسير ديالنا لي مورسو ما تنلعبوهم بنفس الطريقه في طول لي سبيكتاكل، طول لي كونسير، سيتادير كو شاك ريبيتيسيون كل واحد كيعاود ثاني يجبد ما عنده. دونك هاد لو بروجي
درناه كاملين انا وليكيب اللي تتخدم معايا درناه كاملين بواحد واحد الحب وواحد واحد العزيمه قويه واحد فريمون بوكو دو باسيون عندنا في هذا فهاد لو بروجي دونك بوغ لو مومون حنا باقيين في دلال الاندلس بالنسبه للانفتاح ديالي على السينما والتمثيل بوركوا با الا جاني الا تعرض عليا شي دور اللي غادي يعجبني ولا كان لو سيناريو عاجبني بوركوا با. شكرا للمتتبعي هيسبريس, شكرا لتوت ليكيب وليكم نتوما اللي فو زيت ديبلاسي, وتنتمناو تبقاو دائما متبعين الجديد ديالي. في الجموع بيك المياه